دورة الألعاب الأولمبية الصيفية لعام 1968 مكسيكو سيتي. إنه 18 من أكتوبر، اليوم الذي سجل فيه اللاعب بوب بيمون عداء سباقات المضمار والميدان رقما قياسيا عالميا جديدا. خلال 6 ثوان فقط قام بيمون بوثبة طويلة بطول 8.9 متر، أي ما يزيد على طول سيارتين، محطما الرقم القياسي القديم بمقدار 60 سنتيمتر. كانت قفزة بيمون فوق المتوقع بمراحل، ولم تتمكن المعدات المستخدمة لتحديد المسافة من قراءتها، فتوجبت الاستعانة بشريط للقياس. وعندما ظهرت الأرقام على اللوحة بعد 15 دقيقة، لم تقوى قدم بيمون على الوقوف وانهار من الصدمة والبهجة. تمكن مايك باول عام 1991 من تجاوز تلك المسافة بفارق مذهل، ووصل إلى 8.95 متر، وحدث ذلك في بطولة العالم لألعاب القوى في طوكيو، وهذا هو الرقم القياسي في الوثب الطويل الذي لا يزال قائما للآن. لكن فيما يتعلق بالوثب الطويل في الألعاب الأولمبية، ظل بيمون في الصدارة مدة 52 عاما وما يزال. الأطول من قفزة بيمون الأسطورية هي أظافر أحد الرجال. بدأ رجل هندي بتطويل أظافر يده اليسرى عندما كان في عمر 14، وعندما وصل إلى سن 82 عاما بلغ طول أظافره مجتمعة قرابة 9 أمتار قبل أن يقصها أخيرا. يجب أن تعيش سنوات طويلة لتتمكن من التغلب عليه. لن يمكنك طولك أيضا من الفوز بأي أرقام قياسية عالمية. كان روبرت وادلو ولا يزال الرجل الأطول في العالم بطول وصل 2.72 متر. كان يصل طول الرجال العاديين إلى مستوى خصره. تم قياس طول عملاق إلينوي آخر مرة عام 1940، ويظل حامل الرقم القياسي بعد مرور 80 عاما. وعلى الجانب الآخر لدينا الرجل الأقصر في التاريخ. بلغ طول هذا الرجل 54.6 سنتيمتر فقط، وما كان رأسه سيتجاوز مستوى ركبة وادلو. تمكنت عداءة مسافات طويلة ومتوسطة من التشيك من الجري لمسافة 800 متر، أي طول 3 ملاعب كرة قدم، في 1:53 فقط. ولا زالت تحتفظ بهذا الرقم القياسي منذ عام 1983، وخلال 37 عاما لم تتمكن سوى عداءة واحدة من الاقتراب بفارق 1/2 من الرقم، ولكنها فشلت في تجاوزه. وبالحديث عن الوقت، احتفل عصفور الحب أوكتافيو وأدريانا بخطوبتهما عام 1902، وقد استمتعا بها كثيرا وجعلاها تدوم ل 67 عاما، ليتزوج أخيرا في عام 1969 بعد أن بلغ من العمر 82 عاما. يحطم العمر أحيانا أرقاما قياسية مختلفة. إليك مثلا واحدة من كبار السن في اليابان التي أصبحت بعمر 83 أكبر منسقة أغاني محترفة، وقد بدأت بممارسة هوايتها في عمر 77. تعمل هذه السيدة اليابانية طاهية خلال النهار، وتقيم حفلاتها الأسطورية مرة أو مرتين شهريا في أحد نوادي طوكيو. نتمنى بأن نحطم جميعا الرقم القياسي الذي حطمته جان كالمنت، وهو أطول عمر سجل في العالم، فقد حققت المستحيل وعاشت 122 سنة. ولدت كالمنت عام 1875، وعاشت أكثر من ابنتها وحفيدها والرجل الذي اتفقت معه على منحه شقتها بعد وفاتها عندما كانت في 90 من العمر. يحمل ضابط بحرية بريطاني الرقم القياسي للتحليق بأكبر عدد من أنواع الطائرات، وهو 487، وأكثر مرات هبوط على حاملة طائرات، وبلغت 2407. كما كان أول شخص يهبط ويقلع من حاملة طائرات عام 1945، ولم يتمكن أحد من تحطيم أرقامه ل75 عاما. يحمل أحد حكام كرة القدم رقما قياسيا بإعطاء 36 بطاقة حمراء في مباراة واحدة، فقد طرد 22 لاعبا وكل البدلاء والمدربين بعد وقوع شجار،
وأكبر عدد للبطاقات الصفراء التي أعطيت في مباراة واحدة كان 14 بطاقة، لكنها لم تكن من نفس الحكم. لن تجد أغلى شيء صنعه الإنسان على سطح الأرض، إنها محطة الفضاء الدولية. استغرق بناؤها 10 سنوات، واحتاج تجميعها القيام ب40 رحلة للفضاء. بلغت تكلفة تشييدها 150 مليار دولار. وإذا أمعنا النظر بهذه الأموال، سنجد أن كل شخص في محطة الفضاء الدولية يكلف 7.5 مليون دولار يوميا. وبالطبع هذا أكثر من كلفة بناء أغلى يخت في التاريخ، وهو هيستوري سوبريم. صنع هذا اليخت من الذهب الخالص ويبلغ سعره 4.8 مليار دولار. لا يوجد كائن حي سواء في الماضي أو الحاضر قادر على أخذ اللقب الذي يحمله الحوت الأزرق، فهو ليس أكبر حيوان في العالم فقط، بل الأكبر في تاريخ الكوكب. رصد أطول حوت أزرق قبل أكثر من قرن، وبلغ طوله أكثر من 33 مترا، أي أطول من شاحنتين معا. وبلغ أثقل وزن مسجل للحوت الأزرق 210 أطنان، وهذا ضعف متوسط وزن الحوت الأزرق. يهوى بعض الناس جمع الطوابع والعملات المعدنية القديمة، ولكن رجلا من ولاية نيويورك يهوى جمع الأرقام القياسية العالمية. لقد حطم هذا الرجل 600 رقم قياسي، ويحمل حاليا أكثر من 200، ومن بينها أسرع وقت في موازنة زجاجة حليب ممتلئة على رأسه لمسافة 1 ميل، وأسرع وقت لدفع برتقالة بأنفه لمسافة 1 ميل. إذا احتاج كل واحد من هذه التجارب من 2 أسبوع لـ3 أسابيع على الأقل للتمرن عليه، ستقضي أكثر من 60 سنة لتحقيق ما حققه هذا الرجل. ولكن مع مرور الوقت توقفت موسوعة جينيس للأرقام القياسية عن منح اللقب لعدة فئات، مثل أي شيء له علاقة بإنسان أو حيوان يأكل أكثر من اللازم. عام 1983 حصل إدوارد ميلر على لقب أعظم آكل طعام في العالم، فقد تناول 25,000 سعر حراري في اليوم، ولم يتمكن أحد من هزيمته في أي مسابقة أكل منذ عام 1922. ولكن في التسعينيات توقفت جينيس عن رصد هذه المجازفات غير الصحية. لا يزال بإمكانك الحصول على اللقب لتناول شيء ما في فترة زمنية معينة، ولكنه ليس لفترة طويلة، ربما ل30 ثانية أو دقيقة واحدة فقط. لذا آسف كوني خيبت أملك، لكنك لن تحصل على الرقم القياسي العالمي لشربك آلاف اللترات من المشروبات الغازية في حياتك. وإن كنت من محبي السرعات الكبيرة والرحلات الطويلة على الطرقات، فاسمع هذا الخبر المحزن. تم إلغاء فئة التجول بسرعة كبيرة بالسيارة عام 1996. السلامة خير من الندامة. الخبر السار هو أنه لا يزال بوسعك محاولة تسجيل رقم قياسي باستخدام الدراجة الهوائية، ولن يمنحك إصدار صوت صاخب أي رقم قياسي عالمي. حاول العديد من الموسيقيين الحصول على لقب الفرقة الموسيقية الأكثر صخبا في العالم من خلال استخدام أجهزة قياس الديسيبل في الحفلات الموسيقية. سجلت إحدى الفرق الموسيقية 139 ديسيبل أثناء فحص الصوت، وهذا الضجيج مماثل لصوت محرك الطائرة النفاثة، و136 ديسيبل أثناء العرض. لكن الضوضاء كانت سيئة جدا، لدرجة أن الفرقة اضطرت إلى خفضها، وتوقفت موسوعة جينيس عن الاحتفاء بالفرق الصاخبة لحماية الناس من فقدان سماعهم. وبالتأكيد الشيء الوحيد الذي لن نراه مرة أخرى هو إطلاق بالونات بأعداد هائلة، حيث وقع خطأ فادح في فعالية جمع التبرعات التي نظمتها بالون فيست في كليفلاند. أراد المنظمون تحطيم الرقم القياسي العالمي بإطلاق 2 مليون بالون هيليوم في الهواء من الساحة العامة، وبسبب سوء الأحوال الجوية ومشاكل أخرى نفخ منها 1.4 مليون فقط. أثناء الإطلاق الضخم حملت الرياح القوية البالونات لكل مكان، وأدت إلى سلسلة من أكبر الأحداث المؤسفة. بعد ذلك بعامين اعترفت موسوعة جينيس رسميا بالفعالية كأكبر إطلاق جماعي للبالونات، لكن كليفلاند أصبحت آخر مدينة تسجل مثل هذا الرقم القياسي.
ومنذ ذلك الحين أوقفت جينيس هذه الفئة. قال رئيس فريق الإدارة في جينيس أنهم لا يقبلون سجلات التي لها علاقة بامتلاك الشريك الأكثر جمالاً، الحصول على أكبر عدد ترقيات في العمل خلال عام واحد، صنع أصغر طائرة ورقية، حمل الاسم الأكثر غرابة، كتابة القصيدة الأطول أو الأقصر، توقع الفائز والخاسر في الأحداث الرياضية، ماراثونات التدليك، والمدة الأطول بين طلب الخروج في موعد غرامي مع شخص، وحدوث ذلك بالفعل.